هل أنتم من متابعي القصص المصورة أو من معجبي الرسوم المتحركة أو الأنيميشن؟ إن كنتم كذلك أصدقائي فتابعوا هذا المقطع إلى النهاية لأنكم ستعجبون بهذه اللعبة بلا شك. اليوم أصدقائي شرحنا للعبة أنيميشن تحكي قصة طويلة جداً تتجاوز قصتها 40 ساعة من اللعب المتواصل بها، والعجيب أنه في كل مرحلة يزداد إعجابك وتعلقك باللعبة أكثر فأكثر، ويزداد فضولك لتعرف ما هي نهاية المرحلة. حسناً، وما هي اللعبة؟ ببساطة، إنها لعبة Tales of Vesperia. وكالعادة، أذكر النقاط التي سنغطيها في هذا المقطع. أولاً، التعريف باللعبة. ثانياً، شرح جزء بسيط من قصتها. ثالثاً، أسلوب اللعبة. رابعاً، المنصات الداعمة لها. خامساً، موعد نزول اللعبة. وأما عن لغة اللعبة عندنا هنا فستكون بالعربية الفصيحة كما هي العادة. وقبل أن نغوص في الشرح، أرجو منكم أصدقائي الضغط على زر الإعجاب بالمقطع ونشره إن حاز على إعجابكم. وإن كنتم من الذين يتابعوننا حديثاً أو تشاهدون قناتنا للمرة الأولى، فأتمنى اشتراككم حقاً وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أولاً بأول. والآن، ومن دون مزيد كلام، لنقفز إلى الشرح. Tales of Vesperia هي لعبة مغامرات وحركة وتقمص أدوار بمنظور ثالث، وهي لعبة اشتهرت كثيراً من بين ألعاب الحكاية الطويلة، وقد عملت على تطويرها نامكو تيل ستيريو، ونشرتها بانداي نامكو الشهيرة عام 2008، وكانت هذه النسخة الأولى من اللعبة. أما حديثنا فهو عن النسخة الكاملة الحديثة منها. أما عن قصة اللعبة فهي تحكي قصة يوري لوول الذي عمل فارساً لإمبراطورية حكمت عالماً يعتمد الناس في معيشتهم فيه على طاقة أولية تسمى بلاستيا. يخوض يوري مغامرات جريئة هدفه من ورائها مساعدة الناس الذين ظلمتهم الإمبراطورية وأكلت حقوقهم، ثم يقرر بعدها تأسيس نقابة سميت ببريف فيسبيريا، وقد كان هدفه من ذلك مساعدة الأميرة أستليس التي فرت من الإمبراطورية لتجد أجوبة لأسئلتها الكثيرة، لتكتشف بعدها أنها تمتلك قوة عجيبة تؤثر على حضارة وكائنات غير البشر. ابقوا خارجاً مورديو، أظن أنه المكان المطلوب. أظن أن الناس تدق الباب أولاً. يظهر أن لا أحد هنا، ماذا سنفعل؟ يتعرف يوري في طريقه على أصدقاء كثيرين ويحاول مساعدتهم جميعاً لحل مشكلاتهم، وبعدها يخوض الأصدقاء صراعاً مع نقابات أخرى ومع الإمبراطورية نفسها، ويكون على يوري اتخاذ قرارات حاسمة وشجاعة وأحياناً متهورة من أجل مصلحة الناس ومصلحة أصدقائه وفريقه. وإذا أردتم أصدقائي أن تتعرفوا على شخصية يوري لوول فيمكنكم مشاهدة فيلم الأنيميشن الذي نزل عن القصة وقد كان تحت عنوان First Strike. أما عن أسلوب اللعبة فهي بالعموم تعتمد على المسير في عالم كبير وفي مناطق محدودة عند دخول المدن والقرى المتواجدة في هذا العالم والذي تدور فيه أحداث القصة. أما مواجهة الخصوم فيها فهي كمثيلاتها من ألعاب التقمص، حيث يتطلب من اللاعب قتال الخصوم والتخلص منهم، وبهذا يرتفع مستوى اللاعب ويحصل على قوة وحركات تزيد من قوته أكثر فأكثر. تتيح اللعبة للاعب شراء الأسلحة والأدوية والمقويات والدروع والأمتعة التي ستساعد اللاعب كثيراً أثناء اللعبة. اللعبة تعتمد في قصتها شخصية يوري في غالب الأحيان، لكن هذا لا يعني أن على اللاعب الاقتصار عليه، حيث يمكن للاعب استبدال شخصيته بشخصيات أخرى من أعضاء بريف فيسبيريا، كما يمكن للاعب تعلم إعداد وجبات من الطعام التي سيستفيد منها هو وأصدقائه في زيادة مستوى القوة والطاقة. ريتا مخيفة قليلاً، ها؟ حقاً؟ إنها كما توقعت، ويبدو لي أنها سيئة المزاج أيضاً. هذا لأنك اقتحمت منزلها يوري. لا أظن أنني سأكون في أفضل سلوك لي عندما أتعامل مع سرقة جواهر. وماذا ستفعل لو كنت مخطئاً؟ إذا كنت مخطئاً فسأعتذر. من الأفضل أن تتذكر هذا عندما يأتي وقته. أوه، كنت تتنصتين؟ حدث الأمر وكنت هنا. إذا تظن أنني مخيفة صحيح؟ انتبه كيرول، إنها بالتأكيد ممن يكنون الأحقاد. هاي، لا تخفني هكذا. أما عن المنصات الداعمة للعبة فهي متواجدة على جميع المنصات، على بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس 1 وأجهزة الحاسوب. أما عن موعد نزول اللعبة فقد نزلت اللعبة إلى الأسواق في 11 من شهر يناير
عام 2019، وهذه هي النسخة الحديثة والكاملة منها. أما النسخة القديمة وكما أسلفنا فقد نزلت عام 2008، والفرق بين النسخة الأولى والنسخة الكاملة أن الكاملة نزلت بجودة عالية جدا لعالم اللعبة وشخصياته، وأضيف فيها أسلحة ومهمات جديدة وملابس ودروع خاصة بكل فرد من أبطال اللعبة، بالإضافة إلى سلاستها في طريقة اللعب، مما جعلها تتفوق على معظم ألعاب الحكاية التي سبقتها. كانت هذه أصدقائي نبذة بسيطة عن لعبة حكاية فيسبيريا النسخة الكاملة، وأتمنى أن يكون المقطع حاز على إعجابكم. وإن كان لديكم أصدقائي أي آراء بشأن اللعبة فشاركونا إياها عبر التعليقات. أترككم في رعاية الله أصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.